هنا مشاركتك في المسلسل دور طبعا صرف اي حد يشتغل معاه رمزي ودور دور يوسف مش عاوز احرق عليه بس هو دور دور جديد على عيني نوعا ما في يعني في تيستات كتير بتشوف الحلقه بس وان شاء الله بنتكلم مسلسل يعني الوضع عجبني يعني ايه اللي جذبك في الشخص اللي انت بتقدمه اول حاجه جذبتني صراحه ان انا اشتغل مع مساعد العصر ومع رمزي ورمزي وصاحبي نبيل وصاحبي سليم ودكتورين يعني ناس كلها اي حد يتمنى ان يطلع زي اللي اشتغل معاهم عجبني ان الدور جديد عليا بعيد عن شخصيتي في الحقيقه ودور حلو فيه توستات في شخصيه يعني ممكن تفهم فيلم فيلم طيب ممكن تفهم ان هو لعب بتاع بنات سوريا فليه كانت سكه يعني هو يعني هو بتلعب بالسكه اللي خلصت المراه كاتبها وسعد ناصر عاوزها والمشاهدين ممكن يفهموه من كذا سكه او يتعاطفوا معايا او يكرهوه فانا عجباني الاختلاف في كل مشاهدك معظمها مع الفنانه سمير رمزي؟ لا كل ما لا كل مشاهد معظمها مع مدام شيرين ومع ايهاب ايمن وتقريبا ومع محمود عبد الحليم ولا للاسف ماليش ولا مشهد مع مدام شيرين دي كانت حاجه مزعجه رغم ان انت وافقت رغم ان انا هو فعلا مشاركه يعني بس يعني قصتي ليها علاقه بشخصيه مدام شيرين بس من على بعد شايف الخطوه دي هتبقى حاجه مهمه جدا في مشوارك الفني بعيدا عن طبعا لان انا ما بشتغلش او ما كنتش بشتغل دراما كتير بس بشتغل سينما اكتر يعني مش عاوز اقول ان مفيش سينما دلوقتي فيه بس مش زي الاول فكان يعني زي ما بيقولوا سوقي في الدراما ما كنتش مش شايفها وما كنتش بشتغل دراما كتير فالحمد لله ان انا بيجي لي فرصه ان انا اشتغل في اعمال دراميه عشان انا ما كنتش بشتغل دراما كتير فالناس بتشوفني اكتر فلما انا بقالي كتير يعني فالدنيا اتغيرت شويه فانا مش مستعجل